مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، ألقت حرب غزة بظلالها على الداخل الأمريكي المنقسم بين الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب بعد فوزهما في انتخابات الثلاثاء الكبير. المزيد في التقرير التالي. بعد فوزهما باكتساح في انتخابات الترشيح الحزبية في تصويت الثلاثاء الكبير، يتجه الرئيسان الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب نحو منافسة تاريخية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، منافسة تأتي في ظلال حرب غزة وارتداداتها على الاستعدادات الأمريكية للسباق 60 نحو البيت الأبيض. ترامب في تصريح هو الأكثر وضوحاً أعلن عن دعمه لإسرائيل في الحرب. الرئيس بايدن واجه انتقادات داخلية جراء دعمه غير المسبوق لإسرائيل وسط مؤشرات على تراجع فرص فوزه بولاية ثانية. وحسب استطلاعات رأي حديثة، ففي حال أجريت الانتخابات اليوم فإن بايدن سيحصل على نسبة 44% من الأصوات مقابل 46% لصالح منافسه ترامب. في ظل انقسامات حادة بين أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس بايدن حول كيفية التعامل مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أردت فقط إظهار دعمي لجو بايدن وكامالا هاريس. أن يصبح ترامب رئيسا للسنوات الأربع المقبلة كارثة لبلادنا، ولذا فأنا أفعل ما بوسعي للتأكد من عدم حدوث ذلك. فمع كل فيتو لمنع قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار وكل حزمة مساعدات أمريكية جديدة تمنحها واشنطن لإسرائيل، يخسر الرئيس الأمريكي أصواتا كانت ستصب في مصلحته قبل 7 من تشرين الأول. التخلي عن بايدن شعار حملة نظمها مناهضو الدعم الأمريكي لإسرائيل، ما يعني أن حرب غزة قد تكلف بايدن خسارة أصوات العرب والمسلمين في الانتخابات الأمريكية المقبلة حسب ما يرى مراقبون. والنقاش هذا الملف ينضم إلي الأستاذ ياكي ديان، القنصل الإسرائيلي الأسبق لدى الولايات المتحدة. أهلا بك، وأرحب مجددا الأستاذ مهدي العفيفي، محلل سياسي وعضو العضو في الحزب الديمقراطي، ينضم إلي من نيويورك. ومن واشنطن الأستاذ إيهاب عباس، الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. دعوني نبدأ معك أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب، كيف تقرأ نتائج الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري، وكيف تفسر هذا التقدم لترامب؟ أهلا بحضرتك أستاذة لورين، وأهلا بالضيفين الكريمين وبكل المشاهدين. طبعا هو كان فوزا متوقعا، وانسحاب نيكي هيلي كان انسحابا متأخرا جدا. أنا لا أعلم يعني على ماذا كانت تعول أو تأمل أن تحققه وهي تشاهد يعني شعبية دونالد ترامب كاسحة في إطار الحزب الجمهوري، لكن يبدو أن كان هناك قادة جمهوريين يأملون من خلال دعم هيلي بإحداث تغيير في الشخصية التي ستكون مرشحة عن الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي القادم. ترامب في اللحظة التي نتحدث فيها وصل إلى عدد مندوبين 1007 تقريبا مندوب، يعني من المفترض أن يصل إلى 1215 خلال الانتخابات المتبقية في بقية الولايات، وطبعا سيحصل على الأصوات المطلوبة لأنه خلص نيكي هيلي انسحبت من السباق، وكان انسحابا من وجهة نظري أيضا موترا للأجواء داخل الحزب الجمهوري، لأنها طلبت من مناصريها ومؤيديها عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة. سأتوسع أستاذ إيهاب بعد قليل معك، ماذا عن بالفعل مناصريها، خاصة أن ربما القول بايدن اليوم دعا مناصريها للانضمام إلى حملتها الانتخابية. أستاذ مهدي، فوز مريح يمكن القول للرئيس بايدن، ولكن كان هناك تصويت احتجاجي مرتفع لا يمكن الاستهانة به، كيف تقيم هذه النتائج؟ تحية إليك وإلى ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. الرئيس بايدن في مأزق حقيقي الآن، لأن هناك ملفين أساسيين يعوق أي تقدم في مسألة الانتخابات، وكما ذكرت التقارير أنه لو حدثت هذه الانتخابات اليوم سيخسر الرئيس بايدن. الملف الأساسي هو الحرب على غزة، الملف الثاني هو سن الرئيس بايدن الذي هو 81 عاماً
وما يقع فيه من هفوات. لذلك أعتقد أن حملة الرئيس بايدن تحاول بكل الطرق إلى دعم هذه الحملة، حتى أنها يعني بدأت أن يكون له حساب خاص على منصة تيك توك للتواصل مع الشباب، لأنه من المعروف أن 60% من الشباب ما بين السن 18 وحتى 29 أو 30 عاما يروا أنه بايدن لا يصلح، ولكن يعول الكثيرين في حملة الرئيس بايدن على القضايا التي قد تأتي بترامب إلى اتهامه جنائيا. فلذلك نحن في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في مأزق ما بين بايدن الذي تتناقص شعبيته ويستمر في دعم إسرائيل بشكل غير مقبول، وفي نفس الوقت ترامب الذي يعلم الكثيرين أنه عودته ستكون كارثة على السياسات الداخلية وأيضا على العلاقات الخارجية. نعم، سأتوسع بهذه النقطة، عودة ترامب وما المتوقع في حال بالفعل عاد ترامب إلى سدة الحكم. أستاذ ياكي، لا شك أن أحداث غزة تلقي بظلالها على الداخل الأمريكي، كيف تقيم الوضع الداخلي لبايدن ولترامب كذلك؟ مساء الخير. أولا يجب أن نفهم أن الانتخابات في الولايات المتحدة في نهاية الأمر ستنتهي، ستحسم في 6 أو 7 ولايات، أي أن لنسبة معينة يوجد أهمية في الولايات المتحدة. لذلك يجب أن ننظر إلى الولايات نفسها، هناك ولايات مهمة جدا مثل ميشيغان حيث هناك يوجد عدد لا بأس به من الناخبين العرب، و 13% من المساندين الديمقراطيين ليسوا ملزمين بالتصويت لبايدن. إذا سيكون هناك خيار بين بايدن وترامب، أي أن ليس هناك خيار آخر، الخيار الوحيد. لذلك الخيار الوحيد للديمقراطيين سيكون بايدن ولن ينتخبوا ترامب. وإذا نظرنا الناخبين في الولايات المتحدة فإن الغالبية الديمقراطيين لا يريدون أن يروا بايدن رئيسا، وكذلك كثير من الجمهوريين لا يريدون أن يروا ترامب رئيسا. يوجد وقت حتى الانتخابات في نوفمبر. السؤال من بينهما يمكنه إخراج أكبر عدد من الناخبين؟ السؤال ليس إذا كان ناخب معين سيصوت لحزب معين، السؤال إذا كانوا الناخبين سيلتزمون ويخرجون من البنود. بالنسبة غزة هذا السؤال مهم. بايدن لديه كثير من المشاكل، عمره وكذلك الحدود مع المكسيك وحتى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة. مستشاريه يقولون له بأنه يجب أن يقلص قدر الإمكان مشاكله السياسية. لذلك كلما اقتربنا من موعد الانتخابات فإن ترامب يريد أن يخفي قصة غزة عن أجندته حتى لا يدفع ثمن سياسي في الانتخابات. ونعلم أن ربما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يساعده كثيرا في تحقيق هذا. ابقى معي أستاذ ياكي. أستاذ إيهاب، تحدثت عن خطوات نيكي هيلي، قلت أن لربما انسحابها جاء متأخر، ولكن بالفعل ماذا عن مناصريها؟ وبدأت بالحديث عن هذا خاصة وأنه بدأ بايدن لربما يدعو مناصريها للانضمام إلى حملته، إلى أي مدى هذا منطقي برأيك؟ طبعا من حق بايدن أن يدعو أي مواطن أمريكي للانضمام لحملته والتصويت له، فالجميع في النهاية مواطنون أمريكيون وكل يصوت حسب رؤيته للبرنامج الانتخابي. حتى لو كنت جمهوري من الممكن أن أصوت لرئيس ديمقراطي والعكس. في هذه المرحلة جو بايدن يحتاج كل الأصوات، خاصة أنه يخسر كثيرا من أصوات العرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة، وشاهدنا ما حدث له في ميشيغان، فهو بأشد الحاجة لملمة أي أصوات من الممكن أن يحصل عليها. ولماذا لا يكونوا هم أنصار نيكي هيلي، خاصة أن هيلي
لعبت بقواعد مخالفة لما يجب أن يكون عليه الجمهوريون عندما ينسحبوا من السباق الرئاسي، فهم يقومون بعمل ما يسمى بالإندورسمنت أو بالدعوة لتعضيد يعني المرشح عن الشخص المرشح عن الحزب بعد ذلك لخوض الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي، لكن هي فعلت عكس ذلك، فهو يستطيع أن يفوز بأصواتهم. لكن هل هم بالفعل يؤيدوا برنامج جو بايدن؟ هل هم يؤيدوا سياساته الداخلية والخارجية؟ أنا شخصيا لا أعتقد يعني، لكن لأنه في نهاية المطاف الجمهوريين لديهم أفكار ومعتقدات كمحافظين لا يؤمن بها جو بايدن ولن يحققها لهم، هو يريد فقط الأصوات كي يفوز في الانتخابات وليس أن يضع في برنامجه الانتخابي ما من شأنه أن يحقق رغبات ومطالب هؤلاء الأمريكيين الذين سيأتونه من نيكي هيلي. ولذلك أنا أقول أنها كانت خطوة سيئة جدا من نيكي هيلي، وتؤكد على أنها ليست منتمية للحزب الجمهوري، هي فقط منتمية لطموحها ومحاولات تحقيقها نصرا شخصيا، لذلك هي فشلت. هي لم تقدم برنامج انتخابي، كان كل برنامجها الانتخابي يتعلق فقط بالتعرض للرئيس السابق دونالد ترامب، يعني بمحاولات التقليل منه، وهو الرجل الذي أعطاها الفرصة وأخرجها من تحت عباءته السياسية عندما عينها مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة. فأنا أعتقد أنها فشلت، وفشل معها القادة الجمهوريون الذين كانوا يراهنون عليها وكل من صوت لها في هذه الانتخابات. نعم أستاذ مهدي، إلى أي مدى بالفعل يمكن التعويل على مناصري هيلي خاصة بعد دعوة بايدن للانضمام إليه؟ أنا أتفق مع ضيفك الكريم أستاذ إيهاب من واشنطن، يعني هذه الدعوة هي دعوة يقوم بها أي مرشح لمناصرين مرشح آخر عندما ينعزل. فعندما قررت نيكي هيلي تعليق حملتها الانتخابية، أعتقد الرئيس بايدن أنه يمكنه أن يستقطب هؤلاء من دعموا نيكي هيلي. ولكننا رأينا أن الحزب الجمهوري في نفس الوقت ميتش ماكونل مثلا أعلن تأييده للرئيس دونالد ترامب، فلذلك أعتقد أن حملة الرئيس بايدن هي في مأزق حقيقي الآن، خاصة وأنه مهما يحاول الخروج من مسألة غزة أو محاولته لتقليل تأثير وقعاته التي يخطئ بها دائما، ويعني منذ أيام كان يتكلم عن إرسال الدعم لغزة وبدلا من أن يكون غزة قال أوكرانيا لمرتين، لذلك هناك علامات استفهام كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه المرة بالذات هي مرة يعني أعتقد أنا لم أراها في طوال عملي 40 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون كلا من المرشحين غير مقبول حتى داخل أحزابهم، فلذلك هناك كثيرين مما يعولون على المفاجآت. فمثلا سبق يرى البعض أنه قد يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي لو حدث شيئا أن تدخل على خط نائبة الرئيس اللي هي كاميلا هاريس، تدخل على خط الانتخابات في المستقبل. وفي نفس الوقت نيكي هيلي كانت حريصة جدا أنها تقول أنها علقت حملتها الانتخابية ولم تنهيها، وهناك فرق كبير. لربما تأمل بالفعل في الإطاحة بترامب من أجل العودة إلى السباق الرئاسي. ابقى معي لو سمحت أستاذ ياكي، يعني 62% بحسب استطلاع رأي أمريكي ممن انتخبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 أي في الانتخابات السابقة، يعتقدون أنه يجب على واشنطن وقف تسليح أو توريد الأسلحة إلى إسرائيل. كيف تقرأ هذه المعطيات؟ انظري في نهاية الأمر، عندنا ننظر إلى دعم ترامب في الجولة الأولى، لا أعرف إذا كان سيكون له جولة ثانية، فقد دعم إسرائيل بشكل غير مسبوق، فقد اعترف بجولان كمنطقة إسرائيلية واعترف بالقدس كعاصمة إسرائيل. فالخوف من ولاية لترامب هو لا يخوف إسرائيل، لأن ترامب هل يأمل نتنياهو في عودة ترامب في المرحلة المقبلة؟
لا يوجد ود بين الاثنين، وترامب قال ذلك مرات كثيرة. ترامب لا ينسى لنتنياهو حقيقة أنه اتصل ببايدن عندما فاز، لكن الكثير من الجمهوريين يعتقدون أن انتخابات 2020 سرقت. لا شك أن هناك دم أسود بين نتنياهو وترامب، لكن في النهاية إذا كان هؤلاء الزعماء في 2025 ففي النهاية أعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعندما ننظر إلى العلاقات بين الحزب الجمهوري وإسرائيل فهي علاقات أقوى بكثير من علاقات بين مندوب معين وإسرائيل، فلا علاقة بالود بين الرئيس وإسرائيل، ولكن ما زالت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية، وسيتغلبون على جميع الحواجز. يعني النتائج أو الفترة المقبلة فترة مصيرية على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة أو أي رئيس، لأنه في نهاية المطاف نتحدث عن سنة مصيرية في ظل استمرار الحرب وفي ظل المساعي الأمريكية لترتيب الأوراق في المنطقة. إذن أولا هذا سؤال كبير بالنسبة ل 2025، كذلك بالنسبة ما الوضع الذي سيكون في غزة وما الوضع الذي سيكون في لبنان. الولايات المتحدة تفعل المستحيل حتى لا تتوسع الحرب في لبنان، هي لا تريد ذلك وبايدن لا يريد ذلك، وأيضا لا يريد أن يرى سعر النفط يرتفع. السؤال ماذا أين سنكون في يناير 2025؟ ترامب يعود كل الوقت أن 7 أكتوبر ما كان يحدث لو كنت أنا رئيسا، نحن نسمعه يكون ذلك مرارا وتكرارا، وهذا شيء لا أهمية له ولا معنى له، لكن لا يمكننا أن نتنبأ أين سنكون في يناير 2025 عندما يبدأ ترامب أو بايدن ولايته، والتي ستكون ولاية الولاية الأخيرة لكلاهما. لذلك كلاهما سيكون محرران من كل التزام سياسي، وهذا مهم جدا، لأن هذا شيء مثير للتحدي أمام إسرائيل. أستاذ إيهاب، في حال بالفعل عاد ترامب في ظل استمرار الأحداث وهذا التوتر في الشرق الأوسط، ما المتوقع بالفعل من ناحية استراتيجية ترامب متعلقة بالشرق الأوسط وتحديدا فيما يتعلق بالملف الفلسطيني؟ نعم، كنت أتمنى أن تسأليني هذا السؤال فأشكرك أنك سألتي. نعم، أنا أعتقد أن سياسات ترامب ستكون مختلفة بنسبة 180 درجة فيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية. أنا من وجهة نظري المنطقية أن ترامب سيقدم دعما لا محدود وغير مسبوق لإسرائيل في حربها ضد حماس والفصائل الفلسطينية، لكن مع أنني أقول ذلك إلا أنني لدي اعتقاد بسيط، يعني ولو كان بسيطا وبنسبة قليلة جدا، أن ترامب ربما يحاول أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بإحداث سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهو قال قبل يومين ما يلمح إلى ما أقوله اليوم، وما أقوله لحضرتك اليوم أنا أتحدث فيه منذ شهور، منذ أن أعلن ترشحه ومنذ أن بدأت يعني الحرب الإسرائيلية مع غزة في أكتوبر الماضي. أن ترامب يعلم أنه كان له سابقة في التعامل مع هذا الملف، وكما قال الضيف في الاستوديو اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة وأعطى الجولان ومنع أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ومنع تمويل الأونروا وفعل ما فعل وقدم ما سمي آنذاك بخطة السلام في الشرق الأوسط، نسيت الاسم. نعم، صفقة القرن. صفقة القرن. نعم. صفقة القرن. وبالتالي هو شاهد ما حدث ويشاهد ما يحدث اليوم ويعلم أن الشعبين مرهقان، كلاهما يعني يعيش أمورا نفسية سيئة ولو اختلفت النسب، الفلسطينيين غير الإسرائيل، لكن هذا الوضع غير المسبوق وغير الآمن للشعبين على كافة المستويات لا يمكن أن يستمر، والشعبان يعلمان ذلك.
لكن المشكلة أن في قيادات الشعبين تطرف كبير يؤدي إلى ما نشاهده اليوم من اشتباكات متطرفة لا طائل منها ولا نهاية لها. فربما يسعى الرجل لإحداث سلام حقيقي ويضع كل طرف سلاحه ويجلس إلى طاولة المفاوضات. الفلسطينيون يجب أن يحققوا هدف التوحد على كلمة رجل واحد، الغرض من هذه الكلمة هو أن نعيش في سلام مع الإسرائيليين، والإسرائيليين أيضا بمن فيهم المتطرفون عليهم أن يعوا هذا الدرس ويعلموا أنه لا سلام في الحياة لهم في الشرق الأوسط دون أن يكون لهم سلام ويضعوا يدهم في أيدي الفلسطينيين. إذا ما استطاع دونالد ترامب أن يحقق هذه المعادلة سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنا أعتقد ولو بأمل بسيط جدا أنه ربما يسعى إلى تحقيق ذلك. لكن الوضع الطبيعي أن يقدم دعما لا محدود وغير نهائي وغير مسبوق للجانب الإسرائيلي. أكثر مما قدمه بايدن حتى اللحظة منذ أحداث 7 من أكتوبر. صحيح. ودعيني أقول لحضرتك لماذا أقول ذلك، لأنه وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة لدينا في الولايات المتحدة تتحدث تقريبا يوميا عن أن جو بايدن لم يقم بتقديم الدعم الكافي والمطلوب لإسرائيل وأنه أهمل العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. ولذلك يعني الطبيعي أن يقوم دونالد ترامب وهو يميني محافظ يطلق عليه في كثير من الأحيان أنه متطرف في يمينيته بهذا الدور. فمن الممكن أن نشاهد دونالد ترامب يقوم بهذا الدعم غير المسبوق، ولكن من الممكن أن نشاهده يلعب دور حمامة السلام كما قال قبل ذلك في حرب روسيا أوكرانيا، لو كنت موجودا كرئيس لما كان لهذه الحرب أن تقم أصلا، وكما قال ذلك قبل يومين أن هذه الحرب بين غزة وإسرائيل لم تكن لتقم وهو رئيسا للولايات المتحدة. فربما نعم تتحقق يعني الفكرة التي أتحدث فيها. نعم أستاذ مهدي، إلى أي مدى توافق طرح أستاذ إيهاب وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية ترامب، وأي خطوات يمكن أن يتخذها بايدن في المرحلة المقبلة ضد إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إنقاذ حملته عبر بالطبع تقدم في ملف غزة؟ بالطبع الرئيس بايدن يحاول بشتى الطرق أن يحدث تغيير في مناره في الوقت الحالي من إحداث فترة هدنة، وقد يكون هناك مفاجآت غدا في خطابه للشعب الأمريكي. الرئيس بايدن يعلم جيدا وذاق مرارة الضغط الشعبي سواء من المظاهرات الشبه يومية أو من اليهود المعتدلين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من الناس لا يعلم أن كثير من اليهود الأمريكيين لا يرضون بما تقوم به إسرائيل، وهم من اعتصموا داخل الكونغرس الأمريكي وداخل محطات القطارات في الولايات المتحدة الأمريكية وداخل السجون لهذا. فلذلك هناك ضغط شديد على الرئيس بايدن، على النقيض أن اعتاد المواطن الأمريكي على تلاعب ترامب بالألفاظ، بالإضافة كمية القضايا الأخلاقية والمالية والجرائم التي قامت بها كبيرة جدا للمواطن العادي. من يقرر نتيجة الانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية هو الوسط المستقل، ليس الديمقراطيين وحدهم أو الجمهوريين وحدهم. وعود ترامب دائما لا يستطيع تنفيذها، وله وعود كثيرة يقولها في فترة الانتخابات ولا ينفذها. من الطبيعي أنه يقول أنه يدعم إسرائيل، وقد مثلا يعني أنا أتمنى ما قاله ضيفك العزيز من واشنطن أن يقوم ترامب بعمل يدخله التاريخ، لكن أعتقد أنه ليس بهذا الذكاء. يعني ترامب دائما يثبت أنه يتلاعب بالألفاظ ولكن ليس بهذا الذكاء والحنكة، وهو أعتقد لو حدث الكارثة، وأقول أنها كارثة بأنه أصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون هناك كوارث داخلية وكوارث خارجية. نعم ابقى معي لو سمحت، للأسف لما سبق لي الوقت أريد تعقيب أخير. أستاذ ياكي تفضل، أردت التعقيب.
أعتقد أن الفرق الكبير بين بايدن وبين ترامب هو أن بايدن يحب كثيرا إسرائيل كما عرف عن نفسه بأنه صهيوني وهو يدعم إسرائيل بشكل غير مسبوق. أعتقد أن الفرق بين بايدن وترامب هو الرؤية باتجاه إيران. إدارة بايدن ليست مستعدة بمعالجة موضوع إيران. أعتقد أن الفرق الكبير هو أن ترامب يدرك أن من أجل تغيير الشرق الأوسط يجب أن يعالج موضوع الإيرانيين. هذا هو الطريقة لتغيير إجراء تغيير في الشرق الأوسط. هذا هو الفرق الكبير بين الاثنين. أستاذ ياكي ديان القنصل الإسرائيلي الأسبق لدى الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك من واشنطن. أستاذ ياب عباس الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، ومن نيويورك الأستاذ مهدي عفيفي محلل سياسي وعضو في الحزب الديمقراطي، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين بهذا نخرج إلى فاصل قصير وأعود ألقاكم على رأس الساعة.